بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده آخر فيديو في فيديوهات يونت 3. إن شاء الله رب العالمين نبدأ كده مع بعض نحل الأسئلة اللي في جزء الريفيجن اللي هو الدرس الخامس والسادس. السؤال الأولاني: It was a gloomy room. لقد كانت غرفة كئيبة. That was poorly lit by oil lamps. منورة بس بلمبات الزيت. gloomy هنا في الجملة دي عكسها إيه؟ بداية كلمة gloomy دي معناها كئيب. حلو، لو شخص لو وصفنا شخص بأنه هو شخص كئيب، فعكسه شخص مسرور أو مفرح للآخرين. طب لو وصفنا المكان بأنه مكان كئيب، فعكسه مكان سار. الرجل بيقول لك هنا: لقد كانت غرفة كئيبة. عكس الغرفة الكئيبة الغرفة السارة المفرحة، يبقى بليزنت اللي معناها سار أو مفرح. طيب أمال إيه بليزنت؟ بليزنت دي معناها مسرور، مش هينفع نقول غرفة مسرورة. The young child is serving not as a carpenter. الطفل الصغير ده بيخدم في أو بيعمل يعني كنجار، يعني بيشتغل في فترة تدريب كنجار. scholarship دي منحة دراسية، hardship يعني صعوبة، membership يعني عضوية، لكن apprenticeship اللي هي فترة التدريب كنجار. my friend not the present. صديقي البريزنت and tied it in a ribbon. ribbon دي معناها التوكة بتاعت البنات اللي بتحطها في شعرها، دي اسمها توكة. وribbon دي هي الوردة اللي بنلبسها فوق الكرافتة، الكراف يعني، وribbon دي اللي مقصود بيها الفيونكة يعني. فبقول لك ان صديقي رابد يعني غلف الهدية وربطها كده بفيونكة شكلها لطيف. when I returned home، لما رجعت البيت، I saw that the table was not for lunch. لما رجعت البيت لقيت ان الترابيزة معدة او مجهزة. انت عارف ان يعد الطاولة اسمها set the table او lay the table for lunch. فانا هنا عندي laid وكان ينفع نستخدم set، يعني لو كلمة set في اختيارات كنا قلنا عليها صح. we had a tour guide to not us on our tour. بقول لك احنا كان معنا مرشد سياحي علشان يقودنا او يرشدنا، يبقى to lead او كان ينفع برضو نستخدم to guide us لكي يرشدنا او يدلنا. بعد كده رقم 6: here is 200 pounds. معاك 200 جنيه. that's your، هذا كل ما لديك او هذا كل ما لك، يبقى that's your lot. واحد كان استلف منك 50 جنيه وبعدين بيرجعها لك، فيقول لك اتفضل يا باشا انت ما بقتش ليك فلوس عندي، لم يعد لك شيء عندي، اسمها that's your lot او هذا كل ما لديك او هذا كل ما لك. means covered with dust معناها مغطى بالأتربة، يبقى ده دستي مغطى بالأتربة. a spider's a is a net، عبارة عن شبكة of thin threads من الخيوط السميكة الرفيعة يعني، made by spider to catch insects. يبقى ده الويب، العنكبوت بيعمل شبكة والشبكة اسمها ويب. طيب امال ايه nest؟ nest دي معناها العش. cage دي اللي هو القفص، و argument اللي هو الجدل او الجدل. رقم 9 بيقول لك: not is a situation in which two or more people disagree. بيكونوا مختلفين، often angrily، وخصوصا بغضب يعني. agreement الاتفاق، ما فيش كده اي مشاكل. nest العش، عش الطيور. cage دي معناها قفص ومعناها يحبس في القفص. don't cage this bird، يعني لا تحبس هذا الطائر في قفص. او this is a cage، يعني هذا قفص. argument اللي هو الجدال او النزاع. to not yourself means to not do things that annoy or offend people. معناها انك انت ما تعملش حاجات بتضايق الاخرين، يبقى to behave yourself، to be polite يعني. طيب بعد كده الجمله اللي بعد كده ترجمه. اول واحده كانت عن القراءه مع بعض. technology plays a vital role in modern lives and profoundly affects the course of human civilization. technological advancement has made our life easier and faster. تعال نجيب من اول جمله كده من عن technology. بيقول لك ان التكنولوجيا بتلعب دورا حيويا او دورا هاما او دورا بارزا في حياتنا الحديثه، وتؤثر بشكل كبير او بعمق على مسار كورسنا، معناها مسار الحضاره البشريه. فالتقدم البشري، التقدم التكنولوجي هاز ميد، جعل حياتنا اسهل واسرع. تلعب التكنولوجيا دورا حيويا في حياه الحديثه وتؤثر بعمق على مسار الحضاره الانسانيه، ولقد جعلت الحياه الحديثه التقدم التكنولوجي في حياتنا اسهل. كده الراجل قالب الجمله ليه؟ هو قال لك هنا ان التقدم التكنولوجي هو اللي جعل حياتنا. هو في الجمله بيقول لك الحياه الحديثه هي اللي خلت التقدم التكنولوجي، بعكس الموضوع. طب اللي بعدها، تلعب التكنولوجيا دورا حيويا طبعا في الحياه الحديثه وتؤثر بعمق على مسار الحضاره الانسانيه، ولقد جعل التقدم التكنولوجي حياتنا اسرع اسهل واسرع. الجمله دي كده لحد دلوقتي كده مظبوط. طب تلعب التكنولوجيا دورا حيويا في الحياه الحديثه وتؤثر بعمق على مسار الثقافه الانسانيه. الثقافه هو قال لك هنا ايه؟ هيومن سيفيلايزيشن، الحضاره. يبقى دي كده باظت. تلعب الحياه الحديثه دورا حيويا في التكنولوجيا وتؤثر، لا ده هو قلب، هو المفروض التكنولوجيا اللي بتلعب دور في الحياه الحديثه، يبقى كده برضو قلب، يبقى الاجابه كده رقم بي اللي صح. طيب الجمله اللي بعد كده: we have to keep up with the new information scientific or non scientific this is available every day. يجب علينا ان نساير
المعلومات الجديدة سواء علمية أو غير علمية التي تكون متاحة كل يوم. علينا مواكبة المعلومات الجديدة سواء العلمية أو غير العلمية التي تتاح كل يوم. الجملة دي لحد دلوقتي صح. علينا مواكبة المعلومات الجديدة العلمية أو غير العملية. لا، هو ما قالش براكتيكال، قال ساينتفك، يبقى دي كده باظت. علينا الحفاظ على المعلومات، ما قالش يحافظ. كلمة كيب يحافظ لوحدها، لكن كيب اب ويز يعني يسير، فدي كده برضه باظت. علينا مواكبة المعلومات الجديدة العملية، باظت. يبقى كده احنا المفروض نقول العلمية، يبقى كده الإجابة أصبحت رقم A. طب learning is a never in never to stop process. Lifelong learning helps people to get the skills which help them to get promoted. بقول لك إن التعلم هو عملية مستمرة لا تتوقف. فالتعلم مدى الحياة يساعد الناس أن يحصلوا على المهارات التي تساعدهم لكي يحصلوا على الترقية. طب تعال، إن التعلم هو عملية لا يجب أن تتوقف. كما يساعد التعلم مدى الحياة الأشخاص على اكتساب المهارات التي تساعدهم على الترويج. طبعا الجملة لحد دلوقتي كده الترويج دي بوظتها. بروموت يعني يروج فعلا، لكن جيت بروموتد يعني الشخص، مش هنعمل اعلان للشخص، يرقى. التعلم هو عملية لا يمكن ان تتوقف، تمام. كما يساعد التعلم من الحياة الاشخاص على اكتساب المهارات التي تساعدهم على الترويج، برضو باظت. طبعا هو لا دي مفهوم صح فعلا، لكن الترويج باظت. ان التعلم عملية لا تتوقف، ويساعد التعلم مدى الحياة الاشخاص على اكتساب المهارات التي تساعدهم على الترفيه، برضو باظت. يبقى كده الاخيرة اللي صح، التعلم عملية لا تتوقف ويساعد التعلم مدى الحياة الأشخاص على اكتساب المهارات التي تساعدهم على الحصول على الترقية، يبقى كده رقم د اللي صح. الجملة اللي بعد كده life long learning، التعلم مدى الحياة helps people keep up with the ongoing progress in the world of science and technology. طيب تعال نترجم، التعلم مدى الحياة يساعد الناس أن يسايروا التقدم المستمر في مجال في عالم العلوم والتكنولوجيا. عشان يساعد التعلم مدى الحياة الناس على مواكبة التقدم المستمر في عالم العلوم والتكنولوجيا. الجملة لحد دلوقتي كده مظبوطة، يبقى دي صح. يساعد التعلم من الحياة، مش من الحياة، ده مدى الحياة. يساعد التعلم مدى الحياة على مواكبة تقدم الناس المستمر في عالم العلوم والتكنولوجيا، مش تقدم الناس، قال لك ايه ongoing progress، التقدم المستمر في العلوم والتكنولوجيا، ما فيش الناس كده. يساعد التعلم طوال العمر الناس على مقاومة، ما فيش مقاومة. طبعا طوال الحياة وطوال العمر نفس المعاني. طب اللي بعد كده، من خلال هندسة الاجتماعي يحاول لصوص الكمبيوتر خداعك لمنحهم كلمة المرور الخاصة بك لتثبت تثبيت برامج ضارة للحصول إلى معلوماتك السرية والتحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أول حاجة كده، إحنا لما قرأنا الجملة دي قال لك جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حلو. أنا عيني جت على كلمة موبايل هنا في الجملة دي، فكده باظت، تمام. شوف الأخيرة كده جايب فيها موبايل برضو ولا إيه، خليك لمح وأنت بتحل. لا، كلهم كمبيوتر، حلو. تعالى بقى نشوف كده واحدة بواحدة والخطأ اللي موجود في كل جملة. through genetic، لا من اولها كده، genetic engineering الهندسه الوراثيه، هو بيقول لك الهندسه الاجتماعيه. طب through social engineering hackers usually try to persuade you into giving them your password to install لتثبيت miraculous software، يعني برامج سوفت وير سريه to access your secret information، عشان يعني يوصلوا لمعلوماتك السريه and steal your computer، يسرقوا الكمبيوتر بتاعك. steal الكمبيوتر يعني ياخدوا الكمبيوتر ويمشوا. طبعا دي كده باظت، يبقى انا كده الاولى غلط، الثانيه غلط، يبقى كده المفروض الثالثه دي اللي صح. بس تعال نشوف. through social engineering، من خلال الهندسه الاجتماعيه، الهاكرز بيحاولوا ان هم يتريك يو انتو جيفينج ذيم يور باسورد تو انستول، لتثبيت برامج سريه لكي يدخلوا على معلوماتك السريه ويتحكموا في جهاز الكمبيوتر، يبقى كده دي اللي صح. اللي بعدها، تستخدم الطاقه الشمسيه لتوليد الكهرباء في محطه الطاقه العملاقه في صحراء مصر الغربيه شمال اسوان، يبقى كده الجمله دي تمام. تعال نشوف بقى مين الغلط ومين صح. solar energy is used to generate electricity in the giant power station، لحد دلوقتي صح. in the western desert، بس المفروض W تبقى capital وdesert دي capital of Egypt north أسوان، المفروض تبقى the north of أسوان أو northern أسوان. أنا افتكرت الجملة دي كلها كان فيها أخطاء، بس هنشوف برضو هي ولا لا. solar energy، نيجي بقى على رقم 2. solar energy is used to pair electricity، pair يعني يحمل، هو في الجملة لتوليد، يبقى دي باظت. لمحت انا كلمة كمان، كلمة plant يعني مصنع، هو في الجملة المحطة، ودي برضو plant ودي برضو plant، يبقى كلهم بايظين. نعدل الاولى دي ونختارها، كل الجملة الباقي دي بايظة، لان plant يعني مصنع. طيب، يجب ان يوجه البحث العلمي لحل مشكلات المجتمع مثل التكدس المروري والتلوث والتسرب من التعليم. طيب بقول لك scientific research، دي باظت كده من اولها. البحث العلمي اسمه scientific research. طب دي research تمام. should be directed only to، يجب ان يوجه فقط الى، هو في الجمله قال لك فقط، ما فيش فقط، يبقى دي برضه باظت.
scientific research should be direct. لا المفروض تبقى directed عشان should be positive or testable يبقى كده باظت، فالإجابة كده أصبحت number D بس نقراها. scientific research should be directed to solving the problem عشان موجه إلى، إلى دي حرف جر فبعد ING. the problems of society such as traffic congestion, pollution and school dropout. حلوة، يبقى احفظوا كلمة dropout معناها التسرب من التعليم. ندخل بقى بعد كده رقم 4. إذا أردنا أن نتقدم في شتى المجالات فيجب علينا أن نهتم بالتعليم بجميع أركانه، الطالب والمعلم والمنهج والبيئة والمدرسة والبيئة المدرسية. تعال نشوف أول جملة، بقول لك if we wanted to advance، هو if we wanted to advance in various fields we must. لا في مشكلة إن دي حالة if جايب بعدها ماضي بسيط، المفروض الناحية التانية يكون فعل ناقص في التصريف التاني، فالمفروض نستخدم would والمصدر، هو مديني must فدي باظت عشان هنا wanted. طب if we want to advance in various fields we must، طبعا want مضارع مع must فعل ناقص في التصريف الاول عادي. pay attention to education in all its pillars، بكل اركانه ماشي. the student teacher curriculum and the school environment، يبقى الجمله رقم بي دي كده مظبوط. تعال نشوف الاخير الثالثه، if we want to advance in various fields we must pay attention to education in all its. لا its دي كده بوظت الجمله، its دي اللي هي معناها it is او it was او it has been، لكن احنا عايزين its اللي من غير apostrophe اللي بيجي بعدها اسم اللي هي صفه ملكيه، فلو قلنا its pillars يعني اركانه، its colors يعني الوانه وهكذا، فكده باظت عشان its. الاخيره خالص بيقول لك if we want to advance in various fields we must pay attention to education in each its. لا هنا بقى each دي غلط. ليه بقى؟ عايزك تعرف كده وتحفظ دي كويس عشان دي حته مهمه. كلمه every وكلمه each لحد ما نيجي نشرحهم بالتفصيل يعني، بيجي بعدهم اسم مفرد ده رقم واحد، رقم اتنين بدون فاصل. بمعنى اقول لك every student يعني كل طالب، و each student لو انت قلت لي each my student or the student غلط. في فرق في المعنى؟ في فرق في المعنى طفيف كده، ان كلمة each معناها كل، كلمة every student معناها كل الطلاب جميعهم يعني، دي بتساوي all the students، لكن each student معناها كل طالب على حدة، هتبقى اتقابلنا بعدين دي وهنتكلم فيها، بس عموما all بيجي بعدها اسم جمع. طيب لكن every و each بعدهم اسم مفرد، وانا هنا في الجملة بديني each وبديني فاصل بعدها فده باظت، ولو ما فيش حتى فاصل كنا كده كده قلنا غلط، لان احنا قلنا اتش عايزه اسم مفرد، يبقى الاجابه كده زي ما اتفقنا هي رقم بي. طيب بعد كده الجزء الاخير في الموضوع ده الامتحان. The good thing is that scientists have introduced really not ideas. الشيء اللطيف ان العلماء قدموا افكارا ايه لتقليل التلوث. immersed معناها منبهر. ركز الناس اللي بتتلخبط في المشتقات ترجم هتلاقي نفسك الدنيا حلوه. ما ينفعش اقول لك افكار منبهره، احنا اللي منبهرين. produced يعني انتج او منتج. innovative يعني معناها ابداعي، افكار ابداعيه يبقى شكرا. inconvenient يعني غير مناسب يبقى شكرا افكار ابداعيه. they're not carrying the astronauts reached the space station. الايه اللي بتحمل رائد الفضاء وصلت الفضاء يبقى سبيس كرافت، ما هو بيسافر في السبيس كرافت اكيد مركبه الفضاء. films film makers اللي هو صناع الافلام depend on not effects بيعتمدوا على مؤثرات البصريه يبقى visual. قلنا ممكن نقول visual effects او نقول visuals ونشيل effects. is a scientist who studies، ما دام بيدرس يبقى الاسترونومر طبعا حفظناها، لكن الاسترونوت ده بيسافر، ولو قال لك study investigate look into اي حاجه من دول يبقى استرونومر. I was shocked when the manager turned down my approach. انا كنت مصدوم لما الراجل المدير رفض الابروتش بتاعي. ابروتش دي بتحمل ثلاث معاني، اولا معناها attitude يعني اتجاه او ميل، رقم اتنين معناها go near معناها يقترب من، رقم ثلاثة معناها برو بوزل اللي معناها عرض. انت في الجمله بتقول انا كنت زعلان لما المدير رفض العرض بتاعي، رفض يبقى انت قصدك على عرضي اللي هو بروبوزل، وعايزك تاخد بالك ان كلمه يرفض دي احنا قلناها قبل كده، كلمه ديكلاين اللي معناها يقل او ينحسر دي بتساوي كلمه ريفيوز لو معناهم يرفض يعني، بتساوي كلمه تيرن داون، التلات كلمات دول كده معناهم يرفض. طيب ارجع هنا لجملتك اللي بعد كده، فيلم فيورز اللي هم منتجي الافلام are still ما زالوا ايه بالتكنولوجيا وسلاسل الابعاد، ما زالوا منبهرين. طب ما تيجي نشوف كده، immerse يعني يبهر، immersed معناها منبهر، immersive معناها مبهر، immersion ده الانبهار نفسه. انت في الجمله بتقول لي ان الناس مشاهدي الافلام بيكونوا منبهرين يبقى immersed. انت لو ترجمت والله ما هتحتار، لكن مشكلتك انك مش عايز تحفظ الاربع كلمات دول علشان تعرف تحل، او انك حافظ الاربع كلمات دول وتقول لي مش بعرف احل. طب ايه قضيتك؟ انت بتترجم الجمله وتختار الكلمه المناسبه للسياق والسلام عليكم يعني. يو كان ايميل مي
ما اعرفش المعاصر ات. بص هو بيقول لك اصلا ايه، انت ممكن تتواصل معايا على المعاصر ات كذا، يعني ات يبقى انت عايز هنا ات. اتس نيسيسيري تو سيريلايز، طبعا مش لازم ات المعاصر ات كذا، ممكن اقول لك ات احمد كمال ياه ات ياهو، ما اعرفش احمد كمال ات جيميل ات المعاصر وهكذا. اتس نيسيسيري تو سيريلايز، انك تعقم اكويبمنت المعدات الجراحيه. سيرجيكال دي جراحي دي صفه، لكن سيرجن ده الجراح ودي ناون. طب سير جاري دي ناون برضو بمعنى الجراحه. I am bored with this program، مليت من البرنامج ده. وين؟ والله بتسأل على البرنامج وتقول متى سوف ينتهي، والبرنامج ده ميعاد ثابت، يبقى does it finish. غير كده انك عارف ما ينفعش ناخد when is it finished. ليه؟ لان الفيرب تو بي عايز بعده اي ان جي. طيب المهم خدنا رقم بي 10، بيقول لك when the book forum، لما منتدى الكتاب ايه، I will have published my second novel، لما منتدى الكتاب يفتح هيكون انا خلصت نشر الكتاب الثاني. والله رابط عايزه بعدها مضارع بسيط او مضارع تام. انا قدامي هنا اوبن ده ماضي، وهنا هاد ماضي تام، ويل ما ينفعش يكون الجمله اللي بعد الرابط فيها ويل اطلاقا، ثانيا في ويل ثانيه هنا، يبقى هاز اوبند. وعلى فكره كان ينفع نقول هنا اوبنز. I will phone you the minute I your work، ساتصل بك وقتما انتهي. ذا مينت دي هنا عباره عن رابط، عايزين بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، ادي مضارع تام، وهنا مستقبل ما ينفعش، وهنا ماضي تام ما ينفعش، وهنا ماضي بسيط ما ينفعش. فون مي وانس يو، ادي وانس رابط، فانت عايز بعد رابط مضارع بسيط او مضارع تام. طبعا دي مضارع بسيط ما ينفعش نقول يو ريدز، المفروض نقول يو ريد. طبعا هاف ريد هي الصح، دي ماضي ودي ماضي استبعدناهم. باي ذا تايم، باي ذيس تايم تومورو، بكره زي دلوقتي، ابويا تو انجلاند اوريدي، بالفعل هيكون سافر بالفعل، يبقى هاف ويل هاف فلون. طيب اقلب الصفحه اللي بعد كده، باي 2050 على 2050، وي هوب ذات اويل، نتمنى ان البترول باي كلين انرجي يكون قد استبدل، انت عايز مجهول، يبقى ويل هاف ريبليسد، ده مبني للمعلوم، لا احنا عايزين مجهول، ودي برضه مبني للمعلوم، ويل هاف بين باست بارتيسيبل دي مجهول، هاز بين ريبليسد ده مضارع تام، واحنا عايزين بعد هوب مستقبل، يبقى ناخد رقم بي ويل هاف بين ريبليسد. ومعنى الجمله على بعضها، قبل حلول عام 2050 نتمنى ان البترول يكون قد استبدل مستقبله تام بي الاويل. طيب بعد كده رقم، بعد كده رقم واحد ورقم 15، once I not home after work I am going to take a shower، بمجرد ما انا اوصل البيت بعد الشغل انا ساقوم باخذ شاور. يبقى once بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، يبقى arrive او have arrived at 10 o'clock tomorrow، مع الساعة 10 بكرة. I on a train to أسوان، أنا في قطار إلى أسوان، يبقى أنا بكرة الساعة 10 I travel، دي مضارع بسيط. going to دي أصلا عايز قبلها verb to be عشان تفكر، will be traveling ولا will have traveled. بص يا باشا الساعة 10 بالظبط لو أنا طبيت عليك هلاقيك راكب القطار وماشي، يبقى will be traveling. يبقى كده رقم دي قطعة الترجمة، القطعتين دول اللي هم الكمبرهنشن ألطف من بعض. بيقول لك يا سيدي the application of، application هي تطبيق او استخدام. طب يا مستر هي دي بتساوي application بتساوي اب؟ لا يا فندم، application application اللي بتساوي اب دي هي اللي مقصود بيها كلمة program، دول معناهم برنامج على الكمبيوتر او على التليفون وهكذا. لكن application اللي معناها تطبيق يعني استخدام، دي بتساوي كلمة implementing او using. فانت بتقول بقى تطبيق of spreading theories of economics، النظريات المنتشرة للاقتصاد، has so far failed، فشلت دايما. to lift the developing countries out of the cycle of poverty، فشلت انها تنقل الدول النامية من دائرة الفقر. that has effects on the majority of their inhabitants، اللي لها تأثيرات على غالبية السكان. worldwide على منتصف مستوى العالم، there are still an estimated 1.3 billion people earning a dollar or less a day and living in extreme poverty، في لسه لحد النهارده في قرابه ال 1.3 بليون بني ادم بيكسبوا دولار او اقل من الدولار في اليوم، ويعني معنى كده عايشين ان هم في الاكستريم بافرتي، في الفقر المدقع. decades of huge loans، مرت قرون عديده او يعني عقود عديده من السنوات اللي الناس كانت بتاخد فيها قروض ضخمه من البنوك، from affluent nations، من الدول اللي هي المعتدله الوضع يعني الغنيه، at interest rate، بمعدلات فائدة that cripple developing economics، اللي بتعيق الحالة الاقتصادية في البلد دي. don't appear to be providing a solution، وده لا يمثل حلا لمشكلة الفقر. واحد بقى اسمه بروفيسور محمد يونس عمل بنك اسمه جرامين بانك، عمل بنك اسمه جرامين بانك،
بالرغم من كده is taking a different approach. يا عم ده عمل اتجاه او اتخذ نهج مختلف في موضوع القروض والبنوك. عمل ايه يا عم الحاج؟ قال لك in 1976 في 1976 the Bangladeshi economic professor الراجل المتخصص في مجال الاقتصاديات بدأ في مايكرو كريدت بروجرام في برنامج قرض مصغر which with a loan of just 62 cents كان بيسلف الناس فقط 62 سنت each to a group of 42 workers يعني هو اختار 42 عامل واداهم كل واحد 62 سنت instead of loaning large amounts of money to well off debtors بدل ما يسلف الناس اللي حالتهم اصلا حلوه the bank he started made extremely small loans البنك اللي هو بدأه ده بدأ يعطي قروض للناس اللي وضعهم بسيط جدا فبدأ يديهم قروض سهله جدا وبسيطه وقليله الحجم للناس الفقراء في بنجلاديش who were considered a bad risk by the traditional banking system الناس دول بالنسبه للبنوك هم ناس خطر علينا انه هياخد قرض ومش هيسدده تاني هي استونيشد يعني استوندد اللي هي استونيشد يعني برضو ابهر المنتقدين ده معناه ان الموضوع بتاعه انتقد في الاول واقول لك ابهر المنتقدين by proving that the poor were more likely to repay their debts than the wealthy لما اثبت ان الناس الفقراء بيسددوا القروض احسن من الناس الاغنياء virtually افتراضيا يعني no one of the thousands of women who have been financially assisted مفيش ولا واحد من الناس اللي تم دعمهم من بالبنك over 20 years على مدار سنة يعني اختخلف عن ان هو يدفع مبلغ القرض بتاعه yet all are expected to pay interest and stick to the rule الناس كلها فعلا بدأت تلتزم بالقوانين بتاعت العقد these borrowings هذه السلف have enabled Bangladeshi women to set up numerous small scale projects هذه القروض بدأت تساعد الناس دول ان هم يعملوا مشاريع صغيرة جدا which directly benefit اللي بتفيد بشكل مباشر عائلتهم والمجتمعات بتاعتهم اللي هم عايشين فيها the success النجاح بتاع الفكرة هو بسألك سؤال على اخر جملة دي النجاح بتاع الفكرة عمل revolution ثورة in the anti-poverty programs في البرامج اللي هي ضد الفقر اول سؤال في القطعة بقى بقول لك the best title افضل عنه ممكن نحطه للقطعة دي a common problem مشكلة منتشرة وشائعة with a new solution فعلا ده الحل طب ايه اللي خلاك تقول ده الحل ما هو في common problem ايه common problem مشكلة الفقر والقروض وكده ايه الحل المختلف وايه الجديد يعني انك انت تدي القروض للناس الفقراء مش الاغنياء لكن هنا في الجملة التانية بقول لك مشكلة جديدة لا الفقر ده مشكلة قديمة طريقة جديدة of digging للشحاتة يعني انك تشحت فلوس developing countries loans يعني قروض الدول النامية لا طيب بعد كده رقم 18 we can infer ممكن نستنتج من القطعة ان كلمة astounded معناها ابهرة يبقى بتساوي كلمة astonished the last lines اخر سطور في القطعة قلنا بتقول ان بتثبت ان الفكرة نجحت يبقى the success of the experience اللي هي نجاح التجربة او الفكرة at the beginning في البداية بداية تجربته البروفيسور محمد يونس ده كان منتقدا هو supported لا دعموه لا ده هم انتقدوه حتى هو قال لك انه ابهر منتقديه البروفيسور محمد يونس البنك بتاعه way to treat people poverty وطريقة البنك ده في معاملة الفقر كانت يونيك يعني كانت طريقة فريدة do theories of economic هل نظريات الايكونوميكس الاقتصادية يعني manage to تمكنت من انها overcome the poverty in the world تتغلب على الفقر في العالم او لا تعال نشوف لو قلنا yes as many people live happily and comfortably الناس كلها عايشة اخر انبساط واخر حلاوة لا اصلي كان في عدد قليل من الدول النامية يا عم الدول معظمها نامية لا اصلي كان في قروض need to be paid by many developed countries القروض اللي هتدفعها الدول المتقدمة ما بتدفعش قروض دي بتدفع بتاخد قروض وتعيش على كده يبقى الاجابة بي هل النظريات الاقتصادية تمكنت من التغلب على الفقر انت قلت لا لان معظم الدول النامية الناس فيها بتعاني اصلا من الفقر فهياخد قرض ويرجعه ازاي فالدنيا بايظة طيب رقم 23 what did محمد يونس do to face poverty عمل ايه عشان يواجه الفقر اول واحدة هو استلف من الاغنياء لا ما استلفش من الاغنياء طب سلف الشباب لا ما قالش كده سلف الفقراء ايوه هي دي طب what do you think ايه رأيك في الراجل ده الراجل ده جينيوس يا جدعان ده راجل ذكي لانه استخدم طريقة جديدة في التعامل مع القروض الجملة اللي بعد كده او القطعة اللي بعد كده بيقول لك tropical cyclones يعني ايه اللي هي الاعاصير الاستوائية are called typhoons ساعات بنسميهم typhoons في آسيا وبنسميهم hurricanes في أمريكا these storms هذه الأنواع من العواصف يعني يبقى كلها كده storms عواصف رياح يعني go around like wheel turning بتمشي بشكل دائري كأنها عجلة
turning to the left when they hit in the northern part of the world. بيتجهوا ناحية الشمال لما يصطدموا بال northern part of the world, بالجانب الشمالي للعالم. They have wind speed, سرعتهم في الرياح يعني 60 كيلومتر في الساعة وأكتر. في أمريكا التروبيكال بريدكشن سنتر ان ميامي, اللي هو مركز التنبؤات الجوية ده يعني, أو بالأعاصير اللي في ميامي اللي مكانه في فلوريدا, keeps an eye, بيراقب الأعاصير دي بشكل مستمر. لما الميتيورولوجيست اللي هم العلماء الأرصاد بيديتكت بيكتشفوا أو بيتعرفوا على الإعصار, they give it name, بيسموها باسم. They can use either male or female, ممكن يسموا اسم الإعصار ده يسموه اسم مذكر أو مؤنث عادي يعني, متفرقش معاهم. Why should tropical cyclones have names؟ طب ليه بنسميهم أسماء؟ قال لك الأسماء دي بتجعل من السهل للناس إن هم keep up with information, هم يفضلوا على معرفة بالمعلومات عن الأعاصير, and its possible danger, ومخاطرها المتوقعة. The World Meteorological Organization اللي هي WMO اللي منظمة الأرصاد العالمية, an international weather group, هي مجموعة كده بتتعلق بالطقس ومجموعة عالمية, decides what names will be used, اللي بيحدد الأسماء دي ال WMO. طيب بعد كده ال WMO makes lists of names, بتعمل قوائم بالأسماء, حلو, using the English alphabet, باستخدام الحروف الأبجدية. كل اسم من القوائم ده بيبدأ ب different letter, بحرف مختلف. The first hurricane of the year gets the first name, بمعنى في إعصار حصل, أول إعصار يحصل السنة دي فبنسميه بحرف الـ A, أيا كان بقى نسميه أندي, نسميه علي, نسميه أحمد, المهم إن احنا نبدأ بحرف الـ A. طب تاني إعصار هياخد حرف الـ B, نسميه بقى بودي, بهاء, أنت حر. The second hurricane gets the next name. For example, لو الفيرست هاريكان از نيمد ابل, لو اول واحد سميناه ابل يبقى الثاني هنسميه بيتي. ليه؟ ما هو الاولاني بدا بحرف الاي فالثاني بدا بحرف البي. The name lists do not include names beginning with the letters q u x y and z. الاسماء بتاعت العصير دي فيها كل الحروف ما عدا الخمس حروف دول. There aren't many names that begin with these letters, لأن أصلا ما فيش أسماء بني آدمين أو حيوانات بتبدأ بالحروف دي. Asian countries, الدول الآسيوية, في سؤال على دي خد بالك, use a different list, الدول الآسيوية بتستخدم قوائم مختلفة مكونة من أو يعني أنشأتها WMO's Typhoon Committee. This list has few personal names, بيكون فيها أسماء شخصية قليلة شوي, but most of the names, معظم الأسماء دي أسماء ورود وحيوانات وأشجار و other similar things, وأشياء أخرى مشابهة لذلك. السؤال الأولاني بقى يا باشا بيقول لك the best title for this passage, أفضل عنوان ممكن نحطه للقطعة دي, is tropical cyclones, الأعاصير الاستوائية من أولها كده. طب cyclones speed سرعتها, هو ما حكاليش عن السرعات ده, هو قال لك سرعتها ما عرفش كم في الساعة وسلام عليكم. طيب بيحكي عن منظمة الأرصاد العالمية دي, لأ برضو الأعاصير اللي في أمريكا, لأ ده أمريكا دي جت كاس كده قال لك احنا بنسميها كذا في أمريكا وسلام عليكم. يبقى الإجابة كده رقم إيه؟ الأعاصير سواء هي هيريكان أو تايفود are two kinds of, هم نوع من أنواع الستورمز زي ما هو قال فوق, حتى قال لك these storms رقم 27. It can be inferred, نفهم من القطعة that the fifth hurricane, الإعصار الخامس, بص يا باشا أدي الأول الثاني الثالث الرابع الخامس, يبقى الخامس هيبدأ بحرف الإي, يبقى دبليو لأ, يبقى إيمي, هنسميه إيمي إيمان يعني وكده ودلع. The writer thinks that, الكاتب بيعتقد إن استخدام الأسماء بتجعل القضية أسهل, بتسهل على الناس يعرفوها. استخدام الأسماء بيخلي الموضوع مربك, ولا استخدام الأرقام, ما قالش سيرة أرقام خلص في الموضوع فما تفكرش. استخدام الحروف أفضل من استخدام الأسماء, لا هو استخدام الأسماء, هو استخدم حروف وكملها باسم زي ما كنا بقول أندي مثلا. طيب رقم 29, after reading the passage, بعد قراءة القطعة, what does a meteorologist study, بيدرس إيه الميتروليجيست ده؟ بيدرس الأتموسفير الغلاف الجوي وظواهر اللي بتحصل فيه. طيب ولا بيدرسوا البراكين والزلازل ولا المحيطات ولا الاشياء الحيه كل ده؟ لا, يبقى الاجابه كده رقم ايه؟ طبعا هو ما قالش كده في القطعه بس انت فهمت من معنى. According to the passage, the verb detect اللي معناه يحدد, معناه invent يبتكر, float يطفو على سطح الارض, ولا sink يغوص, اكيد discover, احنا قلنا يحدد يعني يتعرف على يعني يكتشف. Giving cyclones name, معرفه ان احنا نديهم اسماء, ده call for them, ان احنا نديهم نقول لهم تعالى يا اندي تعالى يا مش عارف مين, لا غلط, بنبعت المعلومات عنهم الى ال WMO, ده هي اللي بتسميهم كده, make them known, بيخلوهم معروفين للناس عشان يتذكرون بسهوله. يبقى كده رقم C. The main idea, الفكره الاساسيه, of the last paragraph, الاخر paragraph هي ايه بقى؟ اخر paragraph كان بيتكلم عن Asian typhoons, فانت مش محتاج تقرا الباقيين اصلا, بيتكلم عن Asian typhoons اللي احنا بنسميهم اسماء حيوانات.
القطعه اللي بعد كده هقراها معاكم برضو بالراحه عشان احنا عايزين نترجم، نتعود نترجم الجمله من غير ما نبص على اختيارات. When you buy food، عندما تشتري طعاما، buy it from a reliable restaurant، اشتري من مصدر او من مطعم موثوق فيه. Where you know that you can count on، عشان تعرف انك ممكن تعتمد على your food، ان طعامك ده being tasty، طعامك لذيذ وصحي او صحي البدن. عندما اشتريت deposit، لان في الجمله قال لك when you buy ده مضارع. وقتما تشتري طعاما فلتشتري من مطعم معروف، هو ما قالش معروف، قال لك موثوق فيه. عندما تشتري طعاما فلتشتري من مطعم موثوق به، حيث ما تستطيع ان تثق ان طعامك سيكون لذيذ وصحي. لحد دلوقتي كده الجمله دي صح، يبقى كده رقم جيم صح. كلما تشتري طعاما، ما قالكش كلما عموما، اشتريته لا، يبقى الجمله باظت. كلما تشتري اشتريته باظت، حتى في اخر الجمله قال لك مميز وما فيش مميز في القطعه. طب الجمله اللي بعد كده، most people agree that، يوافق معظم الناس على ان ليس هناك مكان like home. home دي ممكن نترجمها المنزل والوطن. it's more than just a place to stay in، هي أكبر من مكان تبقى فيه، يبقى ده المنزل. it is part of one's life and personality، فهي جزء من حياة الشخص وشخصيته. تعال نشوف، يتفق معظم الناس أنه يوجد، أنه يوجد ولا أنه لا يوجد؟ قال لك there is no، يبقى ده كده باظت. يتفق معظم الناس أنه لا يوجد مكان مثل المنزل، يبقى كده باظت. أنه لا يوجد مكان مثل المنزل، يبقى ده كده باظت. لا ده هو لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد برضه مظبوطه، سوري، لا يوجد مكان مثل المنزل، يبقى دي ما بوظتهاش كده. فهو اكثر من كونه مكان للاقامه فيه، فهو جزء من حياتي الفرد وشخصيتي، يبقى رقم بي دي كده اللي صح، كنا بنقولها غلط. دائما يتفق معظم الناس، ما قالش دائما دي خالص، بس هنكمل. انه يوجد، لا هو قال لا يوجد، يبقى ده باظت. لقد اتفق ماضي فباظت، يبقى الاجابه كده رقم باء. طب الجمله اللي بعد كده، عقدت الكثير من المؤتمرات الدوليه لمحاولة إيجاد حل لمشكلة الاحتباس الحراري، ولكننا حتى الآن لم نجد حل الحل الأمثل. بمناسبة البريغرافات، بمناسبة الرايتنج، إن شاء الله رب العالمين بداية من شهر 10 هنبدأ نفرض عليك موضوع بريغراف تكتبه وتبعته لي وأنا أقرأه وأعلمه. هنزل أول موضوع النهاردة إن شاء الله عشان أشوفه. هيبقى أول موضوع عن الجلوبال ورمنج، وهصير لك الموضوع كده وأبعته لك. عقد الكثير من المؤتمرات، يبقى الكثير من المؤتمرات الأول الدولية الأول عقدت. يبقى هنقول الأول الكثير من المؤتمرات الدولية، يبقى many international conferences were held to or trying to find a solution to the problem of global warming but تعمل تلنا وتعملها بين علامات تقطيع اعتراضية كده أو but we haven't reached a solution أو a typical solution till now حتى الآن. تعال نشوف بقى الاختيارات كده ونشوف مين اللي فيهم صح. أول واحدة many international conferences have been held، لحد دلوقتي كده حلو. طيب ما هو عملها مضارع تام، هو الادق مضارع تام فعلا لانه ما حددلكش امتى. to find a solution for the global problem، global problem ده هو global warming problem، المفروض مشكله الاحتباس الحراري، يبقى كده باظت. we couldn't find the most perfect solution، يبقى كده global دي باظت. many international conferences had held، دي كده معناها عقد، ده معلوم احنا عايزين مجهول. conferences have held برضو ده معلوم احنا عايزين مجهول. many international conferences have been held to find a solution for the global warming problem but we haven't found the most، طبعا دي صح وهي ادق من الماضي لان الجمله ما حددتش فيها زمن. مشكله نقص الماء، مشكله نقص الماء احد اهم المشكلات اللي تواجه بلدنا في الفتره الحاليه وتحاول الحكومه حلها. طيب يبقى انت تقول كده عند نقص الماء وبعدين مشكله، يبقى water shortage problem او water lack problem is one of the most important problems that face or facing our country في الفتره الحاليه recently أو that have been facing our country recently عادي يعني. وتحاول الحكومة the government and the government tries hard to solve it. أول واحدة water lack is one of the most important problems that forces deposit. forces إحنا عايزين faces. water shortage is one of the most important problems that faces our continent nowadays and the government will try. ستحاول، ما قالكش تحاول. water lack is one of the most important problems that supports بتدعم برضو بوزت، يبقى كده كده الإجابة رقم دي بس هنقراها. طيب water shortage is one of the most important problems that faces our country nowadays and the government tries to solve it، يبقى الإجابة رقم دي. طيب خد بالك في حتة هنا أنا عايزك تاخد بالك منها، هو قايل faces المفروض تبقى face ليه؟ تقول لي نقص المياه هو واحدة من المشكلات التي تواجه، اللي بيواجه المشكلات، يبقى المفروض تبقى face مش faces. طيب الجملة اللي بعد كده writing the following is a part of، الباقي ده عبارة عن جزء من أنه مقال بالضبط. أول واحد the following is a part of ايه بالضبط، descriptive وصفي narrative argumentative ولا persuasive. هو هنا بيقول لك يبقى
learning something new can be scary experience. انك تتعلم حاجه جديده فده ممكن يكون مرعب بالنسبه لك. واحده من اسوأ الخبرات اللي مرت في حياتي انا، هحكي لي عن حياته. وبالرغم ان انا قررت اني اسبح وما اعرفش ايه، ورحت اسبح مره وغرقت، بحكي عن تجربه شخصيه، يبقى ناريتيف لانه بيحكي عن موقف حصل له هو في حياته. ايه من دول is punctuated correctly؟ تامر، يا تامر، يبقى انا عايز كومه فعلا. طيب يبقى دي باظت ما دام ما فيهاش كومه. Have you read Great Expectations by Charles Dickens؟ هل قرأت قصة Great Expectations بتاعة Charles Dickens؟ الجملة لحد دلوقتي سليمة، بس هو المفروض سؤال فعايزين علامة استفهام فباظت. تامر، Have you read Great Expectations by Charles، ايه الأبوستروفي دي؟ ما هو مفيش ملكية كده أصلا، باظت. طبعا تامر، Have you read Great Expectations by Charles Dickens؟ يبقى رقم دي اللي صح عشان عمل الكومة، و Great Expectations كابيتال لأنها اسم قصة، و Charles Dickens اسم بني آدم فكابيتال. 39، ايه من دول برضو is punctuated correctly؟ The headmaster said، المدير قال، وبعدين كتب فتح لك الاقواس، لما فتحش الاقواس خالص سابها مفتوحه بحرف بعضها، يبقى كده باظت. طب the headmaster said والكوما وبعدين فتحنا الاقواس. رامي، could you tell me why you don't pay attention to your teacher؟ يبقى دي مظبوط. طب the headmaster said فتحنا الاقواس، رامي could، طبعا يا رامي المفروض في هنا كوما فدي باظت. the teacher said ومفروض في هنا كوما. Tell me why you don't، طبعا في هنا ابوستروفي ناقصه وهنا برضو في ابوستروفي ناقصه، فكده كده باظت. يبقى الاجابه رقم بي اللي صح. خد بالك احنا لو قلنا، لو خلينا تسد في الاخر، يعني قلنا مثلا رامي كوديو مش عارف كده، ذا تيتشر سد، هتعمل الكومه جوه وتقول سد ذا تيتشر. اخر سؤال في الامتحان ده احنا طولنا فيه لاننا اتعمدت اقرا الترجمه، وهنعملها كده ان شاء الله على طول عشان نستفيد بيها. ايه من دول ميكس يو رايت ا بزنس ليتر؟ انت كاتب خطاب بزنس ليه؟ عشان تتاكد ان صاحبك هيحضر الودنج، الحفله، ما هو ده زفاف ملوش علاقه بالبيزنس خالص. عشان تنكت، انت هتتصل، هتبعت خطاب لشركه تنكت معاهم، ولا تو اكسبريس كونسيرن عشان تعبر عن قلقك من منتج معين، ولا تطلب تو اسك اباوت عشان تسال عن صحه ابن عمك. يبقى كده الاجابه رقم سي. كده يا شباب احنا بفضل الله خلصنا محتوى شهر 10 في موعده كما اتفقنا، بالرغم ان احنا وقفنا شويه علشان الناس اللي ما كانتش لحقتنا. ان شاء الله شهر 11 زي ما اتفقنا هيكون بدايه من الوحده الرابعة بأمر الله رب العالمين، وهنبدأ في إن شاء الله رب العالمين من يوم 13 علشان يكون الناس لحقت تظبط نفسها وتحفظ أو تسمع الفيديوهات اللي نزلت. الفترة الجاية إن شاء الله الشهر الجاي هيكون في رايتنج باريجراف، لأ مش باريجراف بقى، إيساي. هطلب منك مقال هيتعلم إزاي، هتكتبه في كشكولك وتبعت لي صورة منه بالموبايل يعني بي دي إف، أو هتكتبه على اللابتوب وتبعته لي في ملف، أنت حر. المهم تحل وتكتب وتلتزم معايا عشان ربنا يسهل كده. ده اخر فيديو هينزل في محتوى شهر 10 ان شاء الله رب العالمين، في محتوى شهر 9 سوري، وهنبدا في 10 معذره. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.